السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا كويسين. شرحنا الفيديوهات اللي قبل كده ورقة السنة، ودخلنا في الفاميلي سولانيسي. خدنا في العيلة دي داتورة باللادونة هايوساينس. بنكمل مع بعض جزء الليف، وبنتكلم دلوقتي على البوكو ليف. البوكو ليف فرد من عيلة اسمها روتيسي، عائلة الموالح، فاميلي روتيسي. خدنا قبل كده في السنة العيلة اسمها ليجيومينوزي، عائلة البوكوليات، ليجيومينوزي. خدنا السولانيسي، داتورة باللادونة هايوساينس. في عيلة اسمها روتيسي، عائلة الموالح. ايه عيلة الموالح دي؟ اشهر فردين في العيلة البرتقان والليمون. بلاقي برضو الجوافة، الكيوي، البوكو، كل دي موجودة في عيلة اسمها روتيسي، عائلة الموالح. والعيلة دي مشهورة ان الورق بتاعها بيبقى ليه كاركترستيك اروماتيك اودر، ريحة عطرية مميزة، ريحة حلوة. تيجي تعدي كده جنب شجرة الليمون او البرتقال او الجوافة تشم ريحة حلوة، لان الورق بيبقى فيه فولاتايل اويل، زيوت متطايرة. فانا عاوز بس ايه اشبه لك الموضوع، ان ورقة البوكو شبه ورقة البرتقال، شبه ورقة الليمون، شبه ورقة الجوافة. بتحس ان الورقة بيبقى ليها ريحة مميزة جدا، ريحة حلوة. ولو مسكت الورقة وبصيت كده عليها في الشمس او في الضوء، تحس انها منقطة او مخرمة او محببة. شايف انت كده الدوائر الصغيرة اللي هي باللون الاورنج دي؟ عبارة عن اويل جلانز، اويل جلانز، غدد متخزن فيها فولاتايل اويل، زيوت متطايرة. علشان كده لما تيجي تشوف الاودر، الريحة بتاعت الورقة، بتلاقي ليها كاركترستيك اروماتيك اودر، ريحة عطرية مميزة. ليه؟ نتيجة وجود الفولاتايل اويل، والزيوت دايما متخزنة جوه جلاندز، جوه غدد، والغدد دي بتبقى سكتر متفرقة متوزعة كده في كل الورقة. ده حتى كمان لما تيجي تمشي ايدك كده على الورقة، تحس ان الورقة بانكتيت، بانكتيت يعني محببة، منقطة. هقول لك تشبيه سهل قوي. لو انت مشيت ايدك على القشرة بتاعت ثمرة البرتقال او الليمون، هتلاقي البرتقالية من برة السطح الخارجي بتاعها بيكون محبب او منقط. ولو جبت القشرة بتاعت البرتقال او السفندي او الليمون وضغطت على القشرة، بتلاقي فيه اويل، فيه زيوت بتطلع، والريحة بتبقى قوية قوي. فانت بتلاحظ ان الورقة بتاعت البوكو بيبقى ليها بانكتيت سيرفس، السطح بتاعها بانكتيت يعني محبب، او دوتت، كلمة دوتت يعني في دوتس، منقط. تيجي تبص في الورقة تشوف الاويل جلاند معايا، متخزن فيها الفولاتايل اويل او الزيوت المتطايرة. نبدأ كده زي ما احنا متعودين، بنتكلم على الاوريجين، الاسم العلمي والعيلة. بعد كده بنشوف الوصف الخارجي، شكل الورقة اللي هو المورفولوجي. بعد كده بنعمل قطاع عرضي تي اس، ونشوف الميكروسكوبيكال كاركتر والمواد الفعالة والاستخدامات الطبية. نبدأ كده بالأوريجين. الأوريجين أو الاسم العلمي بتاع البوكو، أنا بقول له في بداية تعريف أي ورقة، أنا باخد الليفز، الورق، وأعمل له عملية دراينج، بجففه، بشيل المية عشان أحافظ على المواد الفعالة. فهو عبارة عن درايد ليفز، ده الورق المجفف بتاع نبات اسمه البوكو. نبات البوكو اسمه العلمي باروزما بيتيولينا، باروزما بيتيولينا، العيلة بتاعت الموالح اسمها روتيسي. يبقى ده عبارة عن درايد ليفز اوف باروزما بيتيولينا فاميلي روتيسي. خلي بالك هنعرف في الاخر ان البوكو بيبقى ليه اخوات، يعني في ثلاث انواع من البوكو. في نوع بنقول عليه الشورت بوكو، الورقة الصغيرة. في نوع اكبر شويه بنقول عليه الاوفال بوكو. في نوع طويل قوي وكبير بنسميه اللونج بوكو. يبقى في ثلاث انواع من البوكو ليف، في شورت، وفي اكبر شويه بنقول عليها اوفال بوكو، وفي اكبر شويه بنقول عليه لونج بوكو. احنا شغلنا الاساسي واللي هنتكلم عليها بالتفصيل هي الورقه الصغيره، هي الشورت بوكو. يبقى كل اللي احنا هنشرحه دلوقتي خاص بانهي نوع؟ بالشورت بوكو. في اخر الحصه هنعرف ان في انواع ثانيه زي الاوفال وزي اللونج بوكو. انت بس دلوقتي اعرف لي ان احنا هنتكلم دلوقتي على الشورت بوكو اللي هو اسمه العلمي باروزما بيتيولينا فاميلي روتيسي. لما اجي ابص على شكل الورقه واتكلم على المورفولوجي، طبعا الورقه دي سيمبل ليف، ورقه بسيطه. هلاحظ ان الشكل بتاعها متكون من اربع اضلاع اهو، ضلعين، ادي الثالث وادي الرابع، اربع اضلاع. قلنا الورقه لما تكون كده واخده شكل اربع اضلاع اقول عليها شبه معينه.
فاكر لما كنا بنوصف ورقه الهيسايمس كنا بنقول على ورقه الهيسايمس رومبويد شبه معين، برضو ورقه البوكو واخده نفس الشكل اهو رومبويد شبه معين. واحد تاني يشوفها بيضاوي مقلوب اوب اوفيت بيضاوي مقلوب، يبقى الشيب اللامنه شيب شكل اللامنه او شكل الورقه يا اما تقول عليها رومبويد شبه معين يا اما اوب اوفيت. اوب يعني مقلوب، بيضاوي مقلوب او يعني عريض من فوق تحس انه رفيع من تحت، رومبويد او اوب اوفي. لما اجي اوصف الحافه بتاعه الورق دي كده الاحراف، الاحراف اللي هي اليمين والشمال، احس اللي هي عامله زي المنشار سنون حاده صغيره، فبنقول على المارجن سريت مارجن، سريت مارجن يعني عامل زي المنشار. لما اجي ابص على اللامنه ابيكس، ابيكس او الطب القمه بتاعه اللامنه، القمه بتاعه الورقه، خدنا قبل كده لما الاقي قمه الورقه حاده بالشكل ده بنقول عليها اكيوت، والشكل ده المدور ده بقول ان قمه الورقه بتكون راوندد مدوره. طب لو هي كانت بين البنين بالشكل ده كده زي في حاله البوكو اقول عليها بلانت ابيكس، بلانت ابيكس، يبقى بلانت اللي هي ما بين الاكيوت الحاد وما بين الراوند، حاجه بين البنين اقول عليها بلانت ابيكس، بلانت ابيكس، يبقى القمه بتاعه الورقه بنقول عليها بلانت، ولا هي حاده ولا هي اكيوت ولا هي راوندد، هي بين البنين بنقول عليها ايه بلانت. وساعات احس ان اللامنه ابيكس بتكون ريكيرفد يعني متنيه لتحت راجع لورا، تحس ان القمه بتكون لفه لتحت ها راجع لورا، فبنقول عليها ساعات ريكيرفد او ريكيرفد بلانت ابيكس. يبقى اللامنه او الليف ابيكس القمه بتاعه الورقه بلانت وريكيرفد، يعني ايه ريكيرفد؟ يعني راجع لورا. اهم حاجه وانت بتذاكر المورفولوجي تركز لي على الحته دي الاوتر سيرفيس، لما تيجي تمشي ايدك على السطح الخارجي بتاع ورقه البوكو اتفقنا هتلاقيه بانكتيت، بانكتيت يعني محبب او دوتد، في دوتس منقط. ليه محبب او منقط؟ عشان في سكاترد اويل جلانز، في غدد متوزعه وموجوده في كل الورقه، فتيجي تمشي ايدك على الورقه تحس ان هي ايه محببه منقطه، في حاجات طالعه وحاجات نازله، في بروز في الورقه بانكتيت او دوتد سيرفس نتيجه وجود السكاترد اويل جلاند، في اويل جلاند سكاترد متفرقه ومتوزعه في كل الورق، واتفقنا ان الاويل جلاند دي جواها فولاتايل اويل زيوت متطايره. هنعرف في اخر الحصه ان الفولاتايل اويل ده اسمه دايزفينول، دايزفينول ده اسم الزيت اللي موجود جوه الغدد، دايزفينول، دايزفينول لسه هنتكلم عليه بالتفصيل كمان شويه. ده كده بالنسبه للمورفولوجي. طب ما تيجوا كده نعمل تي اس، نقطع كده نعمل قطاع عرضي في الورقه ونشوف شكل الدايجرام. قلنا الدايجرام ده عباره عن مخطط رسم سريع لشكل القطاع العرضي اهو، ده كده اسمه ايه تي اس دايجرام في البوكو ليف. الرسمه دي بتجي لك في اخر السنه مرسومه في الامتحان واقول لك الشكل ده اسمه ايه، تقول له ده عباره عن تي اس دايجرام ريليتد درج، موجود في ريليتد درج، موجود في ورقه او نبات اسمها ايه البوكو ليف. يبقى الشكل بتاع الصوره دي اقول له ده تي اس دايجرام ان البوكو ليف. زي ما احنا متعودين بلاقي دايما في الدايجرام زي ما عملنا قبل كده اول طبقه بتقابلني هي الطبقه اللي باللون الازرق اللي هي الابر ايبيديرمس، دي البشره اللي فوق، وتحت عندي اللور ايبيديرمس دي البشره السفليه، دي البشره اللي تحت. هلاحظ ان الايبيديرمس بيبقى طالع منها هيرز شعيرات اهي، يبقى الحاجات اللي طالعه من الابيديرمس الحاجات الزرقاء دي الزيادات دي عباره عن هيرز، وزي ما احنا متعودين دايما بنلاقي فوق الابيديرمس طبقه كيوتين بنسميها طبقه الكيوتيكل، طبقه شمع او طبقه دهون عشان تمنع خروج الميه تخلي الميه ما تتبخرش من الورق. يبقى في عندي ابيديرمس اهو باللون الازرق والابيديرمس متغطي بطبقه كيوتيكل والابيديرمس كمان طالع منه هيرز. طيب قبل ما نتكلم عن باقي الطبقات تعالوا كده ناخد طبقة الإبيديرمس ونكبرها علشان نشوف الخصائص بتاعتها. ده كده شكل خلايا الإبيديرمس اهو، ده كده الإبيديرمس خدته وكبرته لقيت ده شكل خلايا البشرة زي ما بنرسمها كل مرة. بلاقي
طالع من خلايا البشرة هيرز اهو، ده شكل الشعيرات اللي طالعة من الابيدرمس. لما اجي اتكلم على الهيرز الشعيرات دي اقول عليها جلانديولار ولا نون جلانديولار؟ هل هي عندها غدة، عندها راس، عندها الكرة اللي بتبقى موجودة في النهاية؟ ما عندهاش، فبقول عليها ايه؟ نون جلانديولار هير، نون جلانديولار، ما عندهاش جلاند. بلاقيها متكونة من خلية واحدة بس، ها زي في حالة السنة، فبقول عليها يوني سيلولار هير. يبقى كلمة يوني سيلولار يعني وحيدة الخلية، هي خلية واحدة. ونون جلانديولار شبه بتاعت السنة، بس الهير بتاعت السنة كانت وورتي، كانت منقطة. معايا؟ هنا الهير بتكون كيرفد، كيرفد يعني متنية، اهي مايلة على البشرة، اهي متنية. والجدار بتاعها شايف الاسود ده؟ شايف الجدار عامل ازاي؟ فيري سيك وول، الجدار بتاعها تخين قوي. يبقى الهيرز او الترايكومز الشعيرات اللي طالعة من البوكو ابيديرمس، طالعة من البشرة بتاعت ورقة البوكو، نوصفها على انها ايه؟ نون جلانديولار، صح؟ يونيسيلولار، خلية واحدة. تقول لي ما انا كده هتلخبط نون جلانديولار ويونيسيلولار، طب ما دي نفس وصف الهير بتاعت السن. هقول لك كمل، لو قلت لك نون جلانديولار ويونيسيلولار وورتي منقطة يبقى انا قصدي على بتاعت السنة، انما قلت لك نون جلانديولار ويونيسيلولار وكيرفد وسيكول، الجدار بتاعها تخين، شايف الجدار عامل ازاي بالاسود، يبقى انا قصدي على الهير بتاعت البوكو. يبقى ده كده بالنسبة لاول حاجة بتميز البشرة بتاعت البوكو، وجود الهير. تاني حاجة الاستوميتا، في فتحات تخرج المية، ده عبارة عن استوميتا. اتفقنا الاستوميتا اللي كانت في السنة كنا بنقول عليها باراسايتك استوميتا، باراسايتك استوميتا، ومش هتيجي تاني. يبقى الباراسايتك استوميتا اللي حواليها خليتين موازين دي موجودة في السن. عد علينا الانيسوسايتك استوميتا اللي حواليها ثلاث خلايا بشرط ان خلية فيهم صغيرة. الانيسوسايتك استوميتا عدت علينا في الفاميلي سولانيسي ومش هتعد علينا تاني. طب الفاميلي سولانيسي فيها ثلاث امثله، ثلاث ورقات، ايه هما؟ داتوره، بلادونا، هايوسايموس. الثلاثه فاميلي سولانيسي عندهم انيسوسايتك استوميتا. غير بقى كده اي حاجه هتقابلك في المنهج هتلاقي دايما نوع الاستوميتا انوموسايتك، انوموسايتك استوميتا. ورقه البوكو، وكمان شويه هنتكلم على ورقه اسمها الديجيتاليز، بتلاقي الاستوميتا انوموسايتك. يعني ايه انوموسايتك؟ حواليها عدد كبير من الخلايا ما لهمش ترتيب منظم، مفيش ترتيب معين. ادي الاستوميتا فاتحه حواليها تو جارد سيل، خلايا حارسه باللون الاسود، وحواليها مثلا اربع خلايا، خمس خلايا، مفهومش خليه اصغر من الباقي، هو شويه خلايا كده متجمعين وما لهمش شكل معين، ما تقدرش تقول عليها انيسوسايتك ولا باراسايتك ولا دايسايتك. فده اللي احنا بنقول عليه انوموسايتك استوميتا، انوموسايتك استوميتا. يبقى هنا في انوموسايتك استوميتا، في نون جلانديولار يونيسيلولار هير، بالاضافه طبقه الكيوتيكل انا راسمها، بص عامله زي تخينه، في فيري سيك كيوتيكل، طبقه الشمع اللي بتغلف البشره بتكون فيري سيك، في فيري سيك كيوتيكل، طبقه الكيوتيكل تخينه زي اللي كانت موجوده في ورقه السنه، سيك كيوتيكل. اهم حاجه بقى في البشره، هلاقي جوه خلايا البشره حاجتين، والحاجتين لازم تسال عليهم في الامتحان. جوه الابيديرمس بتاع البوكو بنلاقي فيه ميوسيلج، مواد هلاميه او صمغيه مترسبه على الجدار الداخلي، على الانر وول. ادي الانر وول، الجدار الداخلي بتاع البشره، بتلاقي فيه طبقات جوه بعضها، طبقات فوق بعضها من الميوسيلج، زي بالظبط ورقه السنه. يبقى احنا كده خدنا ورقتين البشره بتاعتهم جواها ميوسيلج، الاولانيه كانت السنه، الثانيه كانت البوكو. خلي بالك في تشابه بين البوكو وبين السنه حتى في شكل القطاع العام. يبقى السنه زي البوكو لان الاثنين البشره بتاعتهم جواها ميوسيلج. بس بقى البوكو عنده حاجه مميزه مش موجوده في المنهج تاني، ورقه البوكو الوحيده اللي عندها داخل الابيديرمس دايزمين كريستال، في املاح او بلورات من ماده الدايزمين، وهنعرف يعني ايه دايزمين كمان شويه. بيجي الدايزمين يترسب فوق بعضيه ويعمل لك كريستال، يا اما سفيرو كريستال شبه العجله، سفيرو كريستال، يا اما فيزر كريستال او فيزر اجريجيت، تجمعات ريشيه الشكل شبه الريشه. بص كده اهو، شايف التجمعات دي؟ يبقى ماده الدايزمين بتيجي كده تترسب حوالين بعضها وتعمل لك فيزر
كريستال تجمعات ريشيه او سفيرو كريستال او شبه العجله. يبقى الابيديرمس البشره بتاعت ورقه البوكو دي الورقه الوحيده اللي عندها داخل البشره ماده الدايزمين، انما اليوسرج موجود في السنه وموجود برضو في البوكو. نلخص كده مع بعض، الابيديرمس في ورقه البوكو طالع منها نون جلانديولار يوني سيلولار كيرفد هير في انومو سايتك استوميتا كفرد متغطيه بسيك كيوتيكل، طبقه كيوتيكل تخينه. بلاقي الابيديرمس فيها حاجتين، ميوسلج ودي طبقات جوه بعضها بتترسب على الانر وول على الجدار الداخلي بتاع البشره، وبلاقي فيه ماده الدايزمين دي كريستال بلورات. الكريستال بتاع الدايزمين يا اما يبقى شكل اسفيرو يعني شبه العجله، يا اما فيزر كريستال شبه الايه او تجمعات ريشيه الشكل. خلي بالك بقى لو انا بصيت على الابيديرمس من فوق، انا كده باصص عليها من الجنب، خدت البشره وحطيتها قصادي وبصيت عليها كده شايف البشره من الجنب، سايد فيو من الجنب. طب لو جيت ابص على البشره من هنا كده، بص شايف اتجاه القلم من فوق، عاوز ابص على البشره من فوق توب فيو سيرفيس فيو، اخد بصه من فوق. لما اجي ابص على الابيديرمس من فوق هلاقي خلايا البشره الزرقاء بانت بالشكل ده طويله شويه، ده شكل خلايا البشره لما اجي ابص عليها من فوق. هلاحظ ان في جواها ايه؟ فيزر كريستال او اجريجيت تجمعات ريشيه الشكل. هلاحظ وجود ماده الايه؟ الدايزمين. وخلي بالك الرسمه او الصوره دي موجوده في المذكره وموجوده في الكتاب، بتيجي كتير جدا في الامتحان، شكل خلايا البشره لما تيجي تبص عليها من فوق بتاعه البوكو. تعرفها منين؟ بوجود الايه؟ الدايزمين. الحاجه المميزه وجود الدايزمين. ساعات برضو يجيب لك شكل الهيرز الشعيرات اللي طالعه من البشره بتاعه البوكو، فدي كلها او اي رسمه موجوده في الورق بتاخد بالك منها. طيب ده كده بالنسبه للابيديرمس او البشره. يبقى احنا كده خلصنا طبقه البشره بالهير اللي طالعه منها وكمان السيك كيوتيكل اللي مغطيها. بعد كده بننزل على الميزوفيل النسيج الوسطي، وقلنا الميزوفيل حاجتين، باليسيد نسيج عمادي خلايا عموديه على البشره، وفي سبونجي تيشو نسيج اسفنجي. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على الميزوفيل، كل اللي ما بين الابيديرمس اللي فوق والابيديرمس اللي تحت، كل اللي ما بين الخطين الزرق دولت حاجه اسمها الميزوفيل. بلاقي الميزوفيل بيتقسم الى باليسيد نسيج عمادي باللون البنفسجي، والشفاف او الابيض ده اسمه سبونجي تيشو او النسيج الاسفنجي. هلاحظ حاجه مميزه قوي، هلاحظ ان الباليسيد كونتينوس في الورق، ماشي في كل الورق، مستمر في كل الورق، مش مقطوع في منطقه المدرب. يبقى هنا اللي بيميز الباليسيد بتاع البوكو انه كونتينوس مستمر، ماشي من اول الورقه لاخر الورقه، مش مقطوع في منطقه المدرب او العرق الوسطي، وده هيفكرك بالسنه. يبقى احنا خدنا ورقتين عندهم كونتينوس باليسيد، النسيج العمادي ماشي في كل الورقه من اول الورقه لاخر الورقه، مفيش حاجه بتعمله انتربشن، مفيش حاجه بتقطعه معايا. يبقى هنا في كونتينوس باليسيد. بس ايه الفرق بين الباليسيد اللي هنا والسنه؟ هنا مفيش غير ابر باليسيد، النسيج العمادي مش موجود غير فوق بس، فتبدا تقول على الورقه دورسي فينترال ليف. دورسي فينترال ليف، كلمه دورسي فينترال ليف يعني عندها بس ايه؟ باليسيد من فوق، اونلي ابر باليسيد، مفيش باليسيد موجود عندي تحت. انما في ورقه السنه كان في باليسيد فوق كونتينوس، وكمان كان في باليسيد تحت. فورقه السنه كنا بنقول عليها ايزو بايلاترال، عندها باليسيد فوق وتحت. انما ورقه البوكو بنقول عليها دورسي فينترال لان ما عندهاش غير الابر باليسيد بس، والحاجه المميزه ان الباليسيد ماله كونتينوس مستمر ماشي في كل الورق. لما اجي ابص على السبونجي تيشو النسيج الاسفنجي هلاحظ وجود حاجتين، كالسيوم اوكزاليت كريستال بلورات من الكالسيوم اوكزاليت واخده شكل الايه؟ نوعها ايه كريستال؟ دي البلورات شكلها ايه؟ كلاسترز تجمعات فوق بعضها، نجوم مترسبه او طبقات مترسبه فوق بعضها، كالسيوم اوكزاليت كلاسترز زي برضو اللي كانت موجوده في السنه. احنا قلنا في تشابه بين البوكو وبين السنه. اللي بيميز قوي البوكو وجود ها الاويل جلاند، الكور الكبيره دي
هي عبارة عن الأويل جلاند اللي موجودة في الورقة. الأويل جلاند الغدد دي في منها ثلاث أنواع. في نوع بنقول عليه شيزوجينس، في نوع إفرازي، شوية خلايا بتتجمع حوالين تجويف فاضي، الخلايا دي تبدأ تفرز الزيت، أقول عليها خلايا إيه؟ أو غدد إفرازية، شيزوجينس، كلمة شيزو يعني إفرازي. ساعات بيبقى فيه كذا خلية جواها زيت، تيجي الخلايا دي يحصل لها رابتشر لايسس، تتحلل تخرج الزيت اللي جواها، فابتدي اقول على الغده دي لايزيجينس، كلمه لايزيجينس يعني تحللي. الاويل جلاند بقى النوع الثالث، وده اللي موجود في البوكو، الاول بلاقي فيه شويه خلايا افرازيه متكونه، يبقى دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن خلايا افرازيه. فالاويل جلاند او الغده بتاعت ورقه البوكو كانت في البدايه شيزوجينس، شيزو يعني افرازيه، بس بعد ما كبرت الاويل جلاند بدات الخلايا دي يحصل لها لايسس، تتحلل تتاكل تتفتح، والزيوت بدات تتجمع كده في النص. يبقى هي الاول كانت افرازيه، بعد كده الخلايا اتحللت، فابتدي اقول على الاويل جلاند ده شيزو لايزيجينس، شيزو لايزيجينس اويل جلاند. يبقى نوع الغدد اللي موجوده في ورقه البوكو ها تحلليه افرازيه، تحلليه افرازيه. الاول كان في خلايا بتفرز زيوت، بعد كده الخلايا دي حصل لها تحلل، فبدات اقول على الاويل جلاند او الغده او الشكل ده شيزو لايزيجينس اويل جلاند. دي عباره عن غدد منشاها تحللي افرازي، شيزو لايزيجينس. قول معايا شيزو لايزيجينس، لازم تيجي لك في الامتحان، لازم هيسألك على نوع الاويل جلاند اللي بتميز ورقة البوكو. يبقى الاسبونج تيشو او النسيج الاسفنجي بتاع ورقة البوكو لقينا في حاجتين، كالسيوم اوكزاليت كلاسترز، دي عبارة عن بلورات واخدة شكل الكلاستر، وفي اويل جلاند نوعها شيزو لايزيجينس اويل جلاند. بنيجي بقى لاخر حاجة، منطقة الميدريب العرق الوسطي، بلاقي مفيش خلايا كولانشيمية تحت، مفيش خلايا كولانشيمية، مفيش الخلايا اللي هي بتبقى تحت البشر مش موجود، وفي النص بلاقي فيه الفاسكولار باندل او الحزمه الوعائيه. خليك معايا على الصبوه. الحزمه الوعائيه حاجتين، فلويم باللون الاسود، وزايلم دي المثلثات اللي باللون الاحمر، دايما تلاقي الفلويم تحت والزايلم فوق، ده كده شكل الفاسكولار باندل او الحزمه الوعائيه، فلويم بالاسود وزايلم المثلثات الحمراء دي. هلاحظ ان الفاسكولار باندل واخده شكل ايه؟ هلال، اهو هلاليه الشكل، كريسنت شيب فاسكولار باند، اهو كريسنت شيب فاسكولار باند. يبقى الحزمه الوعائيه شكلها ايه؟ كريسنت، هلال الشكل او شبه الهلال. واتفقنا ان اي فاسكولار باند بيبقى حواليها غلاف اسمه البريسايكل، اهو اللي بالاحمر اللي تحت ده، ده عباره عن طبقه البريسايكل. البريسايكل انا رسمته كده، كده معناه ايه؟ كده معناه في الدايجرام ان عندي فايبرز، عندي الياف. يبقى طبقه البريسايكل، طبقه البريسايكل او الغلاف الخارجي بتاع الحزمه الوعائيه اهو، عباره عن مجموعه من الفايبرز، مجموعه من الالياف. الالياف دي طبيعتها ايه؟ نون ليجنيفايد، مهمه جدا جدا، نون ليجنيفايد فايبرز، مش عليها لجنين. يعني لو جبت طبقه البريسايكل او جبت الالياف دي وحطيت عليها الصبغه اللي هي اسمها فلوروجليسينول وحطيت كونك اتش سي ال مش هتحمر. وده عكس ورقه السنه، السنه كان برضو الفاسكولار باندل كريسنت شيبت، هلاليه الشكل في السنه، وكان فيه تو ارك اكواس من الفايبرز، ده كده في السنه لو تفتكر اهو، ده عباره عن البريسايكل بتاع السنه، عباره عن فايبر. بس الالياف بتاعه البريسايكل اللي موجود في السنه كان طبيعته ليجنيفايد، اوعوا تنسوا يا اخوانا الكلام ده. يبقى الالياف اللي موجوده في طبقه البريسايكل في ورقه السنه طبيعتها ليجنيفايد، انما في ورقه البوكو هلاقيها نون ليجنيفايد فايبر، نون ليجنيفايد فايبر. يبقى نلخص كده مع بعض، قلنا ده شكل الدايجرام، بلاقي في عندي ابيديرمس طالع منها هير متغطيه بكيوتيكل، اتفقنا ان الابيديرمس جواها حاجتين اهم من بعض، ميوسلج وفي دايزمين كريستال.
الاملاح بتاعت ماده الدايزمين واخده شكلين، يا اما سفيرو كريستال شبه العجله، يا اما فيزر كريستال تجمعات ريشيه الشكل. ده شكل البشره من الجنب وده شكلها من فوق. هلاقي البشره جواها انوموسايتك استوميتا، هلاقي البشره طالع منها نون جلانديولار يونيسيلولار هير. بعد كده لقينا في اونلي ابر باليسيد، النسيج العمادي ماشي فوق بس، علشان كده قلت على الورقه ها دورسي فنترال. وهنلاحظ ان الباليسيد كونتينوس ماشي مستمر في كل الورقه. لقينا السبونجي تيشو النسيج الاسفنجي فيه حاجتين، كالسيوم اوكزاليت من النوع الكلاسترز النجوم الكتيره اللي فوق بعضها، وفي اويل جلاند نوعها ها شيزو لايزيجنس اويل جلاند، شيزو لايزيجنس اويل جلاند. الفاسكولار باندل كريسنت شيب هلاليه الشكل، فلويم تحت سايلم فوق، وطبقه البريسايكل اللي بتغلف الحزمه الوعائيه عباره عن نون ليجنيفايد فايبر، نون ليجنيفايد فايبر. واتفقنا في المورفولوجي بلاقي السطح الخارجي بيكون بانكتيت او دوتت منقط او محبب نتيجه وجود السكاترد اويل جلاند، واتفقنا الغدد دي جواها فولاتايل اويل اسمه دايسفينو. وقلنا الشكل بتاع ورقه البوكو يا اما رومبويد شبه معينه يا اما اوب اوفيد بيضاوي مقلوب. واتفقنا ورقه البوكو من ضمن عيله اسمها عيله الموالح او فاميلي روتيسي، الاسم العلمي كان باروزما بتيولينا، باروزما بتيولينا فاميلي روتيسي. واتفقنا ان في ثلاث انواع من البوكوليت، بناخد الورقه الصغيره بندرس بالتفصيل الشورت بوكو. بنبدا بقى نشوف الاكتيف كونستيتوانت او المواد الفعاله اللي موجوده في ورقه البوكو. اتفقنا ان في فولاتايل اويل اسمه دايسفينول، دايسفينول موجود داخل الاويل جلاند، ادي اول ماده فعاله. تاني ماده فعاله عباره عن الدايزمين كريستال اللي موجوده في الابيديرمس اللي موجوده في البشره. اصلا الدايزمين كريستال دي عباره عن ايه؟ ماده كيميائيه عباره عن نوع من انواع المواد الفعاله، فلافون جلايكوسايد. واحنا عرفنا يعني ايه كلمه جلايكوسايد قبل كده، جلايكوسايد يعني شوجر او جلايكون مرتبط مع حاجه تانية، شوجر مرتبط مع تركيب كيميائي اسمه فلافون، فقال لك هنسميه فلافون جلايكوسايد زي ما خدنا في السنه انسراكينون جلايكوسايد. ده شكل الفلافون جلايكوسايد اللي هو اسمه دايوزمين، ده شكل الفلافون جلايكوسايد اللي هو اسمه دايوزمين. الثلاث حلقات اللي باللون الازرق هو ده معنى كلمه فلافون، تركيب كيميائي فلافون مرتبط مع شوجر سكر جلوكوز ورمنوز، ده عباره عن الفلافون جلايكوسايد اللي هو اسمه دايزمين. الدايزمين ده لو حبيت اعمل له هيدروليسيز، لو حبيت اكسره هيبتدي يتكسر منين ومنين؟ هيتكسر من هنا ومن هنا. الدايزمين لما هيتكسر هيخرج منه شجر اسمه رامنوز، وهيخرج منه شجر اسمه جلوكوز، وهيتبقى الثلاث حلقات اللي باللون الازرق اللي هم عباره عن فلافون اسمه دايوزميتين، اسمه دايوزميتين. يبقى الدايزمين ده عباره عن فلافون جلايكوسايد، شجر مرتبط مع فلافون او فلافون جلايكوسايد اسمه دايزمين. لو جيت تعمل هيدروليسيز، لو جيت تكسر الدايزمين هتكسر هنا وهنا، هيطلع رمنوز ويطلع جلوكوز وهيطلع الثلاث حلقات دولت اللي هم عباره عن حاجه اسمها دايوزميتين، والحته دي مهمه. يبقى الدايزمين لما يتكسر يطلع منه ثلاث حاجات، رمنوز وجلوكوز ودايوزميتين. الدايزمين لو حبيت اعمل له كيميكال تيست بضيف عليه بوتاسيوم هيدروكسيد، بوتاسيوم هيدروكسيد، هلاقي ان الدايزمين كريستال بدات تدوب سولابل وتطلع يلو كلر، تطلع لون اصفر، يبقى الدايزمين بيدوب في البوتاسيوم هيدروكسيد ويدي لون اصفر. وخلي بالك عشان الصح والغلط، البوتاسيوم هيدروكسيد ما ينفعش تتغير، بمعنى الدايزمين ما بيدوبش في الامونيوم هيدروكسيد، مش في اي الكالاي، بيدوب بس في ايه؟ في البوتاسيوم هيدروكسيد ويطلع لون اصفر. يبقى الدايزمين ده عباره عن فلافون جلايكوسايد، تاني ماده فعاله، يتكسر يطلع لي رمنوز وجلوكوز دايزمتين، لما احط عليه كي او اتش هيبتدي يدوب ويطلع لون اصفر، ما يدوبش في الامونيوم هيدروكسيد ولا في الصوديوم هيدروكسيد، هو بيدوب بس في البوتاسيوم هيدروكسيد ويطلع لون اصفر. ثالث ماده فعاله هي الميوسلج، ولو تفتكر شكل القطاع العرضي هتقدر تفتكر المواد الفعاله، يعني في اويل جلاند جواها فولاتايل اويل دايسفينول. في البشره حاجتين، ميوسلج
وماده الدايزمين كريستال. الدايزمين كريستال البلورات دي عباره عن ايه؟ فلافون جلايكوسايد. الكيميكال تيست بتاع البوكو انا بكشف على ماده الدايزمين، بكشف عليها ازاي؟ بضيف كي او اتش بوتاسيوم هيدروكسيد، الدايزمين بيدوب ويطلع لون اصفر. ده كده بالنسبه للاكتيف كونستيتوت. طب بالنسبه للميديسنال يوزز او الاستخدامات الطبيه، اتفقنا ان في فولاتايل اويل اسمه دايزفينول، هما سموه كده علشان هو بيبقى ليه فينوليك كاركتر شبه الفينول بالظبط. والفينول مشهور انه بيشتغل مطهر معقم مضاد للبكتيريا مضاد للالتهابات، ليه استخدامات كتير. طيب انا لو عندي مشاكل في المثانه او مشاكل في المسالك البوليه، عندي حصوات، عندي اي مشكله، ابتدي اجيب ورقه البوكو اغليها مع شويه ميه وابتدي اشرب الايه المستخلص بتاعها، اخد الزيت ده، هيبتدي الزيت ده يدخل الدم، بعد كده هيخرج بره الجسم، هيحصل له اكسكريشن يخرج بره الجسم. طيب هيخرج بره الجسم عن طريق الكدني، عن طريق الكلى، الكلى تاخد الدايزفينول وتخرجه في اليورين في البول. هيبتدي الدايزفينول اللي هو ليه خصائص اللي هو بيشتغل مطهر ومعقم ومضاد للبكتيريا، هيمشي الزيت ده في اليورينري تراكت في مجرى البول، هيمشي في المسالك البوليه، هيعدي من الكلى ينزل على الحالب، بعد كده المثانه، الاعضاء الخارجيه، فهيبتدي يشتغل مطهر لكل المسالك البوليه، مطهر مضاد للالتهابات مضاد للبكتيريا. ده حتى لو في احتباس للبول نتيجه الالتهابات الشديده في المثانه، هو بيعالج التهابات المثانه، فبالتالي هيسهل خروج البول، اقول عليه مدر للبول او مدر للمي. يبقى ايه هو الاستخدامات الطبيه بتاعت البوكو؟ كلها راجعه لوجود الفولاتايل اويل اللي هو اسمه دايزفينول. بص كده هلاقي البوكو بيشتغل يورينري تراكت انتيسيبتيك وديسنفكتنت. كلمه انتيسيبتيك وديسنفكتنت بمعنى واحد، معناها ايه؟ معقم او مطهر، مطهر. معايا؟ يبقى بيشتغل يورينري تراكت انتيسيبتيك، انتيسيبتيك وديسنفكتنت. انتيسيبتيك وديسنفكتنت معناه ايه؟ مطهر معقم. فبالتالي هيعالج بقى الالتهابات والبكتيريا. انتي انفلاماتوري، انتي انفلاماتوري يعني مضاد للالتهابات. يبقى الزيت او دايزفينول هيمشي في المسالك، هيمشي في اليورينري تراكت، هيشتغل انتيسيبتيك ديسنفكتنت مطهر معقم مضاد للبكتيريا، انتي انفلاماتوري مضاد للالتهابات، فبالتالي هيعالج احتباس البول. هقول على ورقه البوكو دايوريتيك، دايوريتيك يعني مدر للميه، هينزل الميه، هينزل البول لانه عالج الالتهابات، صح كده؟ بالاضافه ان ورقه البوكو بتخلي الواحد يعرق كتير، انت لما تيجي تعرق العرق بيتبخر بيخفض درجه حراره الجسم. فانا لو عندي شويه سخونيه بشرب ورقه البوكو، بجيب ورقه البوكو اغليها مع ميه واشربها. هبتدي اعرق، العرق هيتبخر يخفض درجه حراره الجسم. يعني ممكن اعالج بيها الفيبر او السخونيه، لو واحد دافي او درجه حرارته عاليه ممكن اديله البوكو. فالبوكو بيشتغل دايافوريتيك. يعني ايه كلمه دايافوريتيك؟ يعني بيزود السويتنج، بيزود العرق، بيخلي الواحد يعرق كتير، العرق بيتبخر بيخفض درجه حراره الجسم وتخلص من السخونيه. يبقى الميديسنال يوزز استخدامات الطبيه بتاعت البوكو، تاني يورينري تراكت، ها انتيسيبتيك وديسنفكتنت، فبالتالي هعالج الالتهابات، انتي انفلاماتوري، فبالتالي هعالج احتباس البول، اقول عليه دايوريتيك مدر للميه، مدر للبول، بالاضافه اللي هو بيخلي الواحد يعرق فيخفض درجه حراره الجسم. يعني ايه بقى بيزود العرق؟ يعني دايافوريتيك، دايافوريتيك بيزود العرق. اخر حاجه عندنا في ورقه البوكو عنوان اسمه اللايد دراجز، يعني نباتات من نفس الفصيله، من نفس العيله، اخوات الشورت بوكو اللي احنا اتكلمنا عليه بالتفصيل. احنا قلنا اللي هنتكلم عليها بالتفصيل هي الشورت بوكو، في بقى اخوات ليها من نفس العيله اللايد دراجز، قرايب الشورت بوكو. في عندي حاجتين، في الاوفال بوكو وفي عندي اللونج بوكو. يبقى في عندي الشورت بوكو دي اللي احنا اتكلمنا عليها بالتفصيل وكان اسمها العلمي باروزما بيتيولينا، صح كده؟ في بقى اللايد دراجز نباتات من نفس العيله اخوات الشورت بوكو. في واحد اسمه الاوفال بوكو ده بيضاوي اكبر شويه، وفي واحد كبير قوي اسمه اللونج بوكو. ايه الفرق بقى؟ بيقول لي الاوفال بوكو اسمها العلمي باروزما كرينيوليتا لان ليها كرينيت مارجن، الحرف بتاع الورقه بيبقى دواير صغيره، فبنقول على الحرف دوت كرينيت مارجن. ف
فعشان كده سموا الأوفال بوكو باروزما كرينيوليتا، باروزما كرينيوليتا علشان ليها كرينيت مارجن، ليها كرينيت مارجن. الأوفال بوكو فيها نفس المواد الفعالة بتاعت الشورت بوكو، بس كمية الزيت، كمية الدايس فينو الأقل شوية، ودي نقطة مهمة جدا. يبقى الأوفال بوكو في نفس المواد الفعالة بتاعت الشورت بوكو اللي احنا لسه متكلمين عليها، الفرق ان كمية الدايس فينول بتكون لس، يعني اقل شوية. انما اللونج بوكو الورقة الكبيرة دي، الورقة دي كبيرة على الفاضي، هي حجمها كبير بس اصلا ما عندهاش اي نسب من الدايس فينول، مفيش خالص دايس فينول فولاتايل اويل. يبقى الاوفال بوكو فيها نفس المواد الفعالة بتاعت الشورت بوكو، بس كمية الفولاتايل اويل او كمية الدايس فينول بتكون اقل. انما في اللونج بوكو مفيش اصلا دايس فينو، نو دايس فينو، مفيش فولاتايل اويل، والحته دي مهمه قوي قوي قوي. اللونج بوكو اسمه العلمي باروزما سريتي فوليا، علشان المارجن بيكون سريت، عامل زي المنشار، شبه بالظبط الشورت بوكو كده. يبقى لو قال لك في الامتحان ايه هي الالايد دراجز بتاعه الشورت بوكو او الباروزما بيتيولينا، تقول له عندي ورقتين، في عندي الاوفال بوكو واللونج بوكو. الاوفال بوكو عنده كمية اقل من الزيت اللي هو اسمه دايس فينو، اللونج بوكو ما عندوش اصلا دايس فينو. الاوفال بوكو اسمه باروزما كرينيوليتا، كرينيوليتا جاي من كلمة كرينيت مارجن، الحرف بتاع الورق. انما اللونج بوكو اسمه باروزما سريتي فوليا، لان ليه سريت مارجن، الحرف بتاعه عامل زي المنشور. طبعا وانت بتذاكر انا حاطط في المذكرة جدول كبير موجود في الكتاب، مش مطلوب منك تحفظ كل الجدول ده، مطلوب بس مننا نعرف الكلمتين اللي انا حاطتهم على السبورة. كده خلصنا البوكو. انا ممكن اكون طولت شوية في الشرح، بس انا متعود اني افهمك كل نقطة، وانت لما تفهم وانا اكررك المعلومة اكتر من مرة في الفيديو، انت تقريبا بتكون حفظت معظم الكلام اللي اتقال. ان شاء الله اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.